السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، درسنا لليوم حل المعادلات التربيعية بيانيا من مقرر ريض 152 للصف الأول ثانوي. أهداف درسنا لليوم: هدفنا الأول أن نحل المعادلة التربيعية من تمثيلها البياني. أما هدفنا الثاني فأن نستعمل نظرية الأعداد لإيجاد حلول المعادلة التربيعية إن وجدت. نبدأ بالهدف الأول وسؤاله الأول: حل المعادلة التربيعية x تربيع زائد 4x تساوي 0 بيانيا. في البداية يجب أن نوجد قيمة الـ A، B، C. يجب أن نتذكر أن الـ A هي معامل x تربيع، ففي حالة سؤالنا A تساوي 1، B معامل الـ X فتكون 4. أما C فهو الحد الثابت، وبما أن ليس لدينا حد ثابت في المعادلة إذن C تساوي 0. دائما عندما نبدأ بحل المعادلة التربيعية نكتب معادلة محور التماثل X تساوي سالب الـ B على 2A، إذن تساوي سالب 4 على 2 في 1 فتساوي سالب 2. نبدأ الآن بجدولنا ونضع سالب 2 في المنتصف ونأخذ قيمتان أكبر وقيمتان أصغر. فنقول عندما x تساوي سالب 2 ونعوض في المعادلة التربيعية، فنقول سالب 2 لكل تربيع زائد 4 في سالب 2 فتساوي y سالب 4. نضعها في الجدول فتصبح لدينا النقطة سالب 2 وسالب 4، فنضعها في التمثيل البياني سالب 2 وسالب 4. ننتقل إلى النقطة التالية عندما x تساوي سالب 3، نعوض فتصبح لدينا الـ y تساوي سالب 3، نضعها في الجدول تصبح لدينا نقطة سالب 3 وسالب 3، سالب 3 وسالب 3 هنا. ننتقل إلى x تساوي سالب 4، فالy في هذه الحالة عند التعويض بالمعادلة تصبح 0، نضعها في الجدول ثم نمثل النقطة سالب 4 و0. ننتقل إلى النقطة التالية ونقول عندما x تساوي سالب 1 نعوض في المعادلة التربيعية فتصبح لدينا الy تساوي سالب 3، نضعها في الجدول تصبح لدينا النقطة سالب 1 وسالب 3، نمثلها بيانيا. وننتقل إلى النقطة الأخيرة عندما x تساوي 0 نعوض في المعادلة التربيعية فتصبح الy تساوي 0، إذن أصبحت لدينا النقطة 0 و0 فنمثلها بيانيا. الآن نرسم خط المعادلة التربيعية وننتقل إلى حل المعادلة التربيعية. كيف نوجد حل المعادلة التربيعية بيانيا؟ يجب أن نعرف أنه تقاطع الدالة التربيعية مع محور الإكس، فأين يتقاطعان؟ يتقاطعان عند النقطة 0 و0 والنقطة سالب 4 و0. إذن الحل الأول يكون x تساوي سالب 4، أما الحل الثاني فالx تساوي 0. بهذا انتهينا من هذا السؤال وننتقل للسؤال التالي. استعمل التمثيل البياني أدناه للمعادلة x تربيع ناقص 3x ناقص 10 تساوي 0 لتحديد حلولها الحقيقية إن وجدت. أيضا أين يتقاطع التمثيل البياني مع محور الإكس؟ يتقاطع عند نقطتان X تساوي سالب 2 والنقطة الثانية X تساوي 5، فنقول الحل الأول X تساوي سالب 2، أما الحل الثاني فالX تساوي 5. ننتقل إلى مثال 3 الذي يقول استعمل التمثيل البياني أدناه للمعادلة نصف x تربيع ناقص 2x زائد 2 تساوي 0 لتحديد حلولها الحقيقية إن وجدت. نلاحظ أن التمثيل البياني قطع محور x في نقطة واحدة، إذن لدي حل واحد وحل وحيد فيكون x تساوي 2.
ننتقل إلى السؤال التالي، مثال 4. يقول استعمل التمثيل البياني أدناه للمعادلة سالب 2x تربيع ناقص 4x ناقص 5 تساوي 0 لتحديد حلولها الحقيقية إن وجدت. نلاحظ في هذه الحالة أن التمثيل البياني يتجه إلى أسفل، فهل من الممكن أن يقطع محور X؟ في هذه الحالة لا يمكن أن يقطع محور X، إذن نقول لا توجد حلول حقيقية في هذه الدالة. إذن الآن اكتشفنا أن للمعادلة التربيعية إما حلان حقيقيان أو حل واحد حقيقي فقط أو لا توجد حلول حقيقية، وكل ذلك على حسب التمثيل البياني. ننتقل الآن إلى هدفنا الثاني، وهو أن نستعمل نظرية الأعداد لإيجاد حلول المعادلة التربيعية إن وجدت. عندما يكون لدينا حلان، الحل الأول x تساوي 2 أو x تساوي 3، لنوجد المعادلة التربيعية لهما فنقول القوس الأول x ناقص 2 ضرب القوس الثاني x ناقص 3 تساوي 0. نوزع x في x فتصبح لدينا x تربيع x في سالب 3 سالب 3x سالب 2 في x سالب 2x سالب 2 في سالب 3 فتصبح موجب 6. إذا معادلتي x تربيع ناقص 5x زائد 6 تساوي 0. ما مجموع العددين الذي لدينا؟ الاثنين والثلاثة، فنقول 2 زائد 3 تساوي 5، أما حاصل ضربهما فيكون 2 في 3 يساوي 6. ننتقل إلى حالة أخرى، عندما تكون الx تساوي سالب 2 أو x تساوي سالب 3، نضعهما في قوسين، نوزع لنكون معادلة تربيعية، فتصبح لدينا x تربيع زائد 5x زائد 6 تساوي 0. مجموع العددين سالب 2 زائد سالب 3 بسالب 5، أما حاصل ضربهما فيساوي 6. حالة أخرى أيضا، x تساوي سالب 2 أو x تساوي 3، نكون القوسين، نكون معادلة، مجموع العددين يساوي 1، حاصل ضربهما يساوي سالب 6. عندما تكون لدينا x باثنين أو x بسالب 3، نكون القوسين ثم المعادلة التربيعية، إذا مجموع العددين بسالب 1، حاصل ضربهم العددين سالب 6. ماذا نريد أن نستنتج من هذه الشريحة؟ نرى معي مجموع العددين 5 وضعته في المعادلة، كانت موجب 5 أصبحت سالب 5. في الحالة الثانية مجموع العددين سالب 5 في المعادلة أصبحت 5. في الحالة الثالثة مجموع العددين 1 أما في المعادلة فسالب 1. في الحالة الأخيرة أيضا سالب 1 وفي المعادلة موجب 1. أما حاصل الضرب فكان 6 وبقي 6، حاصل الضرب 6 بقي 6، في المعادلة الثالثة حاصل الضرب سالب 6 وبقي سالب 6، وفي المعادلة الأخيرة أيضا حاصل الضرب سالب 6 وبقي سالب 6. إذن نلاحظ أن مجموع العددين يعتبر معامل x ويكون بعكس الإشارة، أما حاصل الضرب فيكون الحد الثابت ونأخذه بنفس الإشارة. ننتقل الآن إلى سؤالنا الذي يقول استعمل معادلة تربيعية لإيجاد عددين حقيقيين يحققان العبارة التالية أو بيّن أنه لا يوجد مثل هذين العددين. مجموع العددين 16 وحاصل ضربهما 55. يجب في البداية أن نكتب المعادلة، نتذكر أن مجموع العددين هو معامل الإكس، حاصل ضربهما الحد الثابت، مجموع العددين نأخذه بعكس الإشارة، أما حاصل الضرب بنفس الإشارة، فتصبح المعادلة لدينا x تربيع ناقص 16x زائد 55 تساوي 0.
الآن يجب أن نكون القوسين. كيف نحصل على 55؟ هي عبارة عن حاصل ضرب 5 في 11، وعندما نجمعهما فيكونان 16. إذن القوسين لدينا سيكونان كالتالي: نلاحظ أن أمام العدد 55 موجب وأمام العدد 16 سالب. إذن بما أن هنا موجب، إذن إشارة القوسين متشابهة، وبما أن هنا سالبة إذن القوسين سالبين، فيصبح القوس الأول x ناقص 11، قوس الثاني x ناقص 5. إذن حلي الأول سيكون x ناقص 11 يساوي 0. ننقل 11 للطرف الثاني فتصبح x تساوي 11. حلي الآخر فأقول أو x ناقص 5 تساوي 0. ننقل 5 للطرف الثاني فتصبح x تساوي 5. ننتقل إلى السؤال الأخير: استعمل معادلة تربيعية لإيجاد عددين حقيقيين يحققان العبارة التالية، أو بيّن أنه لا يوجد مثل هذين العددين. عبارتنا: مجموع العددين 7 وحاصل ضربهما 15. نكتب المعادلة في البداية فنقول x تربيع ناقص، أو الإشارة المعاكسة لمجموع العددين، وبما أنه 7 فيكون سالب 7x زائد حاصل ضربهما بما أنه موجب 15 فنقول زائد 15 تساوي 0. إذن ماذا أصبحت معادلتي؟ x تربيع ناقص 7x زائد 15 تساوي 0. يجب أن نكون القوسين الآن، فنحاول الحصول على عددين يحققان العبارة. حاصل ضربهما 15، ما هما العددان؟ 3 في 5. عندما نجمعهما يصبحان 8 وليس 7. نبحث عن حل آخر، من الممكن أن نقول 1 في 15، عندما نجمعهما يصبحان 16. إذن هل يمكن أن أحصل على عددين يكون حاصل ضربهما 15 ومجموعهما 7؟ لا، إذن لا توجد حلول حقيقية. وفي الختام، شكرا لحسن استماعكم، ونرجو لكم النجاح والتوفيق.